في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 367 عنصرا إجراميا بنطاق 21 مديرية أمن، ومصرع 2 من العناصر الإجرامية والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها قتل، مخدرات، سلاح، سرقة، وضبط معهم 275 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 51 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 896 قطعة سلاح ناري، أبرزها 137 بندقية، 64 بندقية آلية، 46 مسدساً، 649 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و80 خزينة، إضافة ل 1263 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 489,865 حكماً قضائياً بإجمالي 35,492 متهماً، من بينهم 1,929 حكم جناية و177,182 حكم حبس و244,793 حكم غرامة و65,961 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 31 متهماً قاموا بارتكاب 84 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 55 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 141 متهماً، كما تم إعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1345 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1506 متهماً وبحوزتهم أكثر من 145.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 2732 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر. كما تم ضبط كمية من بذور القنب المخدر وزنت 100 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين قاربت 27 كيلوغرام، إضافة إلى حوالي 15 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 11,816 قرص مؤثر و 4,560 قرص ترامادول مخدر و 9,845 قرص كبداجون مخدر و 3 كيلوغرام لذات المخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 48 مليون جنيه،
كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.